ما حكم الصلاة خلف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته؟ إذا كانت بدعته تخرجه من الإسلام كالشرك بالله عز وجل فإنه لا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كانت بدعته لا تكفره إنما هي دون الكفر ودون الشرك فلا بأس بالصلاة خلفه إذا لم تجد غيره، إذا لم تجد غيره. أما إذا وجدت غيره من أهل الاستقامة صل خلف المستقيمين. نعم.